الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان في مجال التعليم ودعم العلاقات الثقافية والبرلمانية بين البلدين. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، والبرلمان الليبي يرجئ التصويت على حكومة الوفاق ويطالب رئيسها بالحضور. من مساء هنا في القاهرة السادسة بتوقيت جرينتش، تحية لكم وهذه نشرة إخبارية مفصلة. تحية لحضراتكم مشاهدينا. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السيدة يوروكو كويكي عضوة مجلس النواب الياباني ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن الرئيس عرب خلال اللقاء على اعتزازه بعلاقات الصداقة التاريخية التي تجمع بين مصر واليابان، مشيرا إلى تطلعه لزيارة طوكيو نهاية الشهر الجاري لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وفتح آفاق واسعة التعاون في العديد من المجالات. وأشاد الرئيس بالنموذج الحضري الذي تقدمه اليابان وبتجربتها الاقتصادية الرائدة، كما أعرب عن تطلعه للاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال التعليم وتحقيق المزيد من التقارب الثقافي بين البلدين، وأكد أيضا على أهمية البعد البرلماني في إثراء العلاقات الثنائية، وأشار إلى أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر واليابان. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على التشاور والتنسيق مع إريتريا في مختلف المجالات، كما شدد على أن مصر ستستمر في مساندة الجهود التنموية في إريتريا في عدد من القطاعات. جاء هذا خلال لقاء الرئيس السيسي اليوم مع عثمان صالح وزير خارجية إريتريا. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة بأن عثمان صالح نقل رسالة من الرئيس الإريتري أسياسي أفورقي إلى الرئيس السيسي تناولت تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وأكد وزير خارجية إريتريا على أهمية تعزيز التعاون والتشاور والتنسيق بين مصر وبلاده حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. للمزيد من المتابعة تنضم إلينا عبر الهاتف الزميلة آيات عبد اللطيف مراسلة النيل لدى رئاسة الجمهورية. آيات، أبرز ما جاء في لقاءات السيد رئيس الجمهورية سواء مع عضوة مجلس النواب الياباني أو مع وزير خارجية إريتريا. نعم بالفعل كان هناك لقاءان على أجندة عمل السيدة الرئيس اليوم. اللقاء الأول كان مع السيدة يوريكو كويكي عضوة مجلس النواب الياباني ورئيسة جمعية الصداقة البرلمانية. كان مرافقا للسيدة يوريكو وفد من السيدات اليابانيات المهتمات بشؤون المرأة، وهذا اللقاء بطبع كان هاما في إطار المشاركة الواسعة أو النسبة الكبيرة للسيدات المصريات الموجودات في البرلمان المصري أو البرلمانات المصرية. هذا اللقاء بالطبع شهد تباحث في يعني مجالات التعاون المشترك. سيادة الرئيس يتطرق للزيارة المقبلة لطوكيو والمقررة في نهاية الشهر الجاري، تحدث أو أعرب عن تطلعه لبحث تعزيز التعاون في مختلف المجالات والاستفادة من الخبرة اليابانية في مجال الاقتصاد أو في مجالات التعليم والتقارب الثقافي بين البلدين، فضلا عن تطلع من خلال هذه الزيارة للتعاون في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة وأيضا التكنولوجيا وجذب مزيد من الاستثمارات اليابانية في ظل ما تم اتخاذه من خطوات لتهيئة المناخ الاستثماري. اللقاء الآخر كان لقاء مع وزير خارجية إريتريا كما ذكرت في الخبر السيد عثمان صالح. نقل بالطبع رسالة من الرئيس الإريتري، تضمنت هذه الرسالة الرغبة في تطوير العلاقات الثنائية ما بين مصر وإريتريا سواء على المستوى الاقتصادي أو المستوى السياسي، وضرورة التنسيق الدائم فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. سيادة الرئيس من جانبي أيضا أعرب عن حرص مصر على ضرورة التنسيق فيما يتعلق بقضايا المنطقة وقضايا القارة وما تواجهه من تحديات، لا سيما في ظل تصاعد وتيرة العنف والتطرف والإرهاب في منطقة القرن الأفريقي.
أشكرك جدا الزميلة آيات عبد اللطيف من رئاسة الجمهورية، شكرا جزيلا. شدد رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف اسماعيل على استكمال الجهود الخاصة بتذليل كافة العقبات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية في مصر والعمل أيضا على تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل. وأكد رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية على ضرورة إنهاء شكاوى المستثمرين السياحيين، فضلا عن تكثيف الجهود المبذولة لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة عن العمل بهدف تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة، ودعا إلى ضرورة العمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وإزالة العوائق البيروقراطية واتخاذ القرارات الاقتصادية والسياسات النقدية اللازمة لتحسين مناخ الاستثمار. صرح رئيس مجلس الوزراء شريف اسماعيل بأن المرحلة القادمة لا تتحمل إلا الجدية التامة في التعامل مع المشاكل وفي حلها بشكل حاسم رغم صعوبة التحديات التي يواجهها الوطن. وقال رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع مجموعة من كبار الصحفيين إن المرحلة الحالية لا تتحمل تأجيل مواجهة المشاكل، لأنها سياسة لم تعد تجدي في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الوطن، ومع ارتفاع سقف توقعات المصريين، وشدد على أن الحكومة تعمل على إجراء انتخابات محلية في بداية عام 2017 بمشاركة قوية من الشباب. وأكد أن الحكومة تعمل على الوصول بمعدلات النمو إلى ما يقرب من 6%، وأعلن عن إنشاء هيئة لسلامة الغذاء تتبع رئيس الجمهورية بشكل مباشر. المزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق. أستاذ عماد تحياتي لك، أولا هذا اللقاء الذي جمعكم اليوم رئيس مجلس الوزراء، ما الذي استوقفك فيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللقاء اليوم قعد حوالي أكثر من ساعتين ونص، كان فيه الشعر الكبير فاروق الدويدة، نقيب الصحفيين يحيى قلاش، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ضياء رشوان، محمود مسلم رئيس تحرير الوطن، والكاتب الصحفي جمال دودة، وأنا. اللقاء السيد رئيس الوزراء يعني قال إن أنا بص يعني قبل ما أقدم برنامج الحكومة إلى البرلمان فضلت وأنا أستمع بآراء الكتاب والصحفيين والمفكرين، وهذا اللقاء بطبيعة الحال هو ضمن مجموعة من اللقاءات بدأت بالأمس وأظن أنها مستمرة ليومين آخرين. في لقاء اليوم رئيس الوزراء تحدث في البداية عن الخطوط العريضة للبرنامج والمحاور الأساسية التي سيركز عليها وأهمها بطبيعة الحال تحقيق العدالة الاجتماعية، زيادة الشفافية والقضاء على التراخص في الجهاز الإداري، تثبيت ركائز الدولة والحفاظ على الأمن القومي، بناء الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان، والصحة الإداري والاقتصادي. رئيس الوزراء بعد كده طلب من كل الحاضرين ان يتحدثوا، الجميع تقريبا ركزوا على كافه ما يهم المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالعداله الاجتماعيه وكيف يمكن حمايه الطبقات الفقيره من اي اثار لتطبيق ما يمكن وصفه بالقرارات المؤلمه او الصعبه فيما يتعلق بالاصلاح الاقتصادي وتحقيق العداله ونزع الفسائل التوتر خصوصا تلك التي تنشأ بين الشرطة وقطاعات في المجتمع مثل الأطباء. من الأخبار المهمة التي يعني تحدث عنها رئيس الوزراء أن هناك جهود حقيقية تبذل في هذا الصدد في قضية الأطباء وأمناء الشرطة. كان فيه جزء مهم يعني ركز عليه رئيس الوزراء، قال إن احنا قضينا على الاحتكار في العديد من السلع الرئيسية لكننا ما زلنا مستمرون والمعركة مستمرة، وانه الدوله بدات تضع يدها على يعني العديد من النقاط المهمه والخطيره في مساله السلع الرئيسيه، بحيث ان هي هدفها الرئيسي ان هي تضمن للمواطن العادي والفقير الحق في التعليم، الحق في الصحه، الحصول على السلع الرئيسيه. طيب استاذ عماد، الشواغل الخاصه بالصحفيين يعني دي اهم الاخبار او القرارات او الاهتمامات الخاصه بمجلس الوزراء، انتم ككبار صحفيين التقيتم برئيس الوزراء، ما هي انطباعاتكم؟ ما الذي كان يشغلكم وطرحتموه على رئيس الوزراء؟ يعني اقول لحضرتك انا على سبيل المثال تحدثت عن ضرورة أن تكون عملية الإصلاح محددة ومجدولة، بمعنى أنه بدلا من أن تقوم الحكومات المختلفة بالحديث الإنشائي على أنها سوف تفعل كذا وكذا، لابد أن يكون هناك
مواعيد محدده، بمعنى انا اقول انني ساحل مساله قضيه التعليم مثلا في خلال 30 سنه، وال 30 سنه دي هتبتدي النهارده وتشمل محطات سنويه او نصف سنويه. انه ضروري ان يبقى نضمن ان المواطن الفقير لن يدفع ثمن القرارات المؤلمه. انه لابد من نزع فتائل التوتر والخسارات المجانيه اللي الحكومه بتدفعها نتيجه بعض التصرفات الحمقاء والهوجاء. الدكتور ديا رشوان تحدث عن اسماء منتحل صفه المتحدثين عن الدوله. محمود مسلم تحدث عن ضروره الحفاظ على قوه مصر الناعمه. ودي نقطة أيضا ركز عليها يحيى قلاش أخوه الدكتور الشاعر الكبير فاروق جويدة، تحدث بطريقة موسعة عن ضرورة أن الدولة تضمن حماية أموالها، أن التصالح مع المستثمرين لا ينبغي أن يكون على حساب الدولة، ألا تعمل الدولة استثمارا للأراضي وأن تركز على الإنتاج. سليمان جودة برضه قال أن هو لابد من أن الدولة يكون لها دور مهم جدا في مسألة الأسعار، بحيث انه ما يصحش ان الحكومه تترك هذا الملف وان هي توليه اهميه خاصه. في تقريبا طبعا كان هناك اجماع من الناس على ضروره ان تتقدم الحكومه بمشروع قرار للافراج عن كل شخص يثبت عدم ضلوعه في الارهاب او العنف لتخفيف الاحتقانات، وده كان اجماع مهم، وانه ما ينفعش ان الدوله تدخل في مواجهات مكلفه وعبثيه في نفس الوقت، او الحكومه او بعض اجهزه الحكومه. رئيس الوزراء بالموضوعيه كان منفتح تماما على كل واتفق مع غالبيه ما طرحه الحاضرون، وطبعا قال انه المساله مش سهله لانه في اشياء محتاجه نفقات كثيره، فلوس كثيره، على سبيل المثال قضيه التعليم، عشان بس يعني نرجع بكثافه الفصول من 60 تلميذ ل 40 في الفصل محتاجين حوالي 15 مليار جنيه، ومحتاجين 5 مليار كل سنه فقط للتوسع والتمدد الطبيعي في الفصول. ده كان تقريبا ابرز القضايا الرئيسيه التي طرحت، وهي هامه بكل تاكيد. الاستاذ عماد الدين حسين رئيس تحرير جريده الشروق، اشكرك شكرا جزيلا. أكد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، أكد أن التاريخ يثبت كل يوم أن الجيش المصري من أعظم الجيوش وأعرقها وأكثرها وطنية، يستمد قوته من تلاحمه بشعبه وتكاتف جميع أبناء الوطن من أجل بناء مصر القوية الحديثة في كافة المجالات. وأشار القائد العام خلال لقائه بالقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود بالمنطقة الجنوبية العسكرية، أشار إلى حجم المخاطر والتحديات التي تواجه الدولة المصرية على الصعيدين الداخلي والخارجي، والتي تتطلب من كل المصريين الوقوف على قلب رجل واحد والعمل بإخلاص وتغليب مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. أكد الفريق مهاب ميش رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع حفر القناة الجديدة والبدء في تنفيذ مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس هي البداية التي سيعقبها المزيد من المشروعات العملاقة في الفترة القادمة. وأضاف مميش خلال لقائه بوفد رفيع المستوى يضم عددا من أعضاء مجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، أضاف أن القناة لم تتوقف عن العمل منذ أحداث ثورة 25 يناير لتكون نقطة انطلاق لمسيرة التنمية والرخاء في الفترة القادمة. شدد أيضا لإنشاء القناة الجانبية لميناء شرق بورسعيد والتي تتمثل في رفع تصنيف الميناء بالكامل، مشيرا إلى أن العمل بها سينتهي في غضون أيام فور الانتهاء من تركيب الشمندرات الملاحية. نفى مسؤول مركز الإعلام الأمني بوزارة الداخلية ما تداولته بعض وسائل الإعلام وصحف الغربية حول إلقاء القبض على الشاب الإيطالي جوليو ريجيني قبيل وفاته من قبل عناصر أمنية. وأضاف مسؤول مركز الإعلام الأمني أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج جهود البحث في هذه القضية حال التوصل إلى معلومات مؤكدة. أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرى حكما بالسجن لمدة عام مع الشغل بدلا من 5 سنوات.
بحق المتهمين من الوايت نايتس في قضية اقتحام نادي الزمالك ومحاولة الاعتداء على رئيس النادي مرتضى منصور. كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل محاكمة 42 متهما في قضية تنظيم أجناد مصر الإرهابي لسماع أقوال الشهود لجلسة 3 مارس. لليوم الثالث على التوالي تواصل مصر فتح ميناء رفح البري من الجانبين. وأكد مصدر مسؤول بميناء رفح أن عددا كبيرا من العالقين والحالات الإنسانية توافدوا من الجانبين، كما تم إدخال نحو 50 شاحنة خلال اليومين الماضيين لتلبية احتياجات مشروعات إعادة الإعمار في قطاع غزة. كان المعبر قد تم فتحه السبت استثنائيا ولمدة 2 يوم، ثم قرر الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس تمديد فتحه ليوم إضافي لمساعدة الإخوة الفلسطينيين داخل قطاع غزة. أشاد الدكتور سعد الجيوشي وزير النقل بمشروع التوأمة مع الجانب الإسباني الممول من الاتحاد الأوروبي لدعم السكك الحديدية في مصر في بناء نظام إدارة السلامة. أوضح الجيوشي في كلمته اليوم خلال احتفاله بتوقيع مشروع التوأمة أن المشروع يأتي متماشيا تماما مع السياسة العامة للحكومة المصرية، وذلك على النحو المحدد في الخطة الاستراتيجية المصرية لدعم وتنفيذ خطة شاملة لسلامة النقل للسكك الحديدية بالتعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي. 1.3 مليون يورو تكلفة مشروع التوأمة المؤسسي الذي يموله الاتحاد الأوروبي لدعم السكك الحديد في مصر، حيث تصل مدة تنفيذ المشروع إلى 24 شهرا لينتهي في يونيو عام 2017. المشروع فيه 3 مكونات أساسيين اللي هي الإجراءات التنظيمية لنظام إدارة السلامة في السكك الحديد، في جزء وده يشمل بقى تطوير المنهجية واعتماد الورش وعملها الوزارات زي ما انا قلت، فيها يبقى نظام إدارة للسلامة وده هيشمل الإجراءات بالنسبة إجراءات المنظمة للوثائق الصادرة وإجراءات السلامة. أعتقد أن المشروع يهدف إلى تبادل الخبرات بين الدول، والعنصر البشري ليس بمنأى عن محاور المشروع الرئيسية، فالاهتمام بالسائق وخلق بيئة مناسبة له تساعده على التركيز أساس مشروع التوأمة. السفير جيمس موران رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر أكد على أهمية وجود هيئة لمراقبة هيئة السكك الحديد، كما أشار إلى أهمية خلق بيئة مناسبة لسائق القطارات. هذه التوأمة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال النقل تعد تعاونا جيدا سنحصد ثماره في المستقبل القريب، فالمشروع يهدف إلى تدريب السائقين ورفع كفاءتهم في المقام الأول. مشروع التوأمة يهدف إلى تطوير منهجية لاعتماد الوظائف الحرجة وإصدار شهادات لقائد القطارات بالهيئة وتحديد معايير اعتماد الورش ومراكز التحكم وصياغة لائحة جديدة للمزلقانات وبناء قدرات العاملين بهيئة السكك الحديدية. واقع السكك الحديدية في مصر يحتاج إلى المزيد من هذه المشروعات لرفع كفاءة السائقين وتحسين مهاراتهم، وانطلاق مشروع التوأمة هو ثمار التعاون المشترك بين الجانبين المصري والأوروبي والذي استمر لسنوات طويلة ويعد خطوة جادة على الطريق السليم. من مقر انعقاد المؤتمر ولإحديني النيل. وإلى الملف الليبي، حيث رحب الأمين العام للجماعة العربية نبيل العربي بالإعلان عن تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة، ودعا العربي إلى سرعة منح هذه الحكومة الثقة للاطلاع بمهامها. وكان البرلمان الليبي المعترف به دوليا قد علق جلسته التي كان من المقرر أن يصوت فيها اليوم على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني على أن تستأنف غدا، مطالبا رئيس الحكومة المكلف فايز السراج بالحضور إلى البرلمان. بارقة أمل بدأت تبزغ في ليبيا من جديد بعد إعلان تشكيل حكومة وفاق وطني مصغرة برئاسة فايز السراج. تم التوصل لإعادة تشكيل الوزارية بعدد 13 حقيبة وزارية و5 وزراء دولة. الحكومة الليبية المصغرة التي تم الاتفاق عليها في المغرب تضم 13 حقيبة وزارية من بينها وزارة الدفاع و5 وزارات دولة. أسماء الحقائب الوزارية: وزارة الدفاع، وزارة المالية، وزارة الداخلية، الخارجية، وزارة العدل، وزارة الحكم المحلي، وزارة الاقتصاد والصناعة، وزارة الشؤون الاجتماعية، وزارة العمل والتأهيل، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة التخطيط، وزارة المواصلات.
السراج أوضح أنه رعي في تشكيل الحكومة الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي وتمثيل أطياف المجتمع ومشاركة المرأة. ورعي في الاختيار الكفاءة والخبرة والتوزيع الجغرافي والطيف السياسي الليبي ومكونات المجتمع الليبي. مشاركة المرأة كانت بثلاثة مناصب وزارية. وبهذا الإعلان يأمل الليبيون في أن تعلي تلك الحكومة مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، وأن تتمكن من استعادة الأمن في البلاد من جديد، تمهيدا للدخول في مرحلة بناء الدولة في كافة المجالات. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف من طرابلس السيد أحمد الفيتوري مراسل النيل. أحمد، تحياتي. أولا، ردود الأفعال السياسية عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة، ولماذا أجل البرلمان منح الثقة لهذه الحكومة حتى الآن؟ تمام. مجلس النواب أجل جلسته إلى يوم غد قبل نصف العشاء على خلفية مطالبة بعض أعضاء مجلس النواب بحضور رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج إلى جلسة منح الثقة. هناك أعضاء يتساءلون عن بعض الأسماء ويريدون توضيح من رئيس المجلس الرئاسي. هناك طبعا اسمين أثار الجدل في هذه التشكيلة غير الاسم السابق وهو وزير الدفاع المهدي البرغفي. الاسمين هما خصوص وزير التخطيط ووزارة المالية تقريبا. هناك أيضا أعضاء داخل المجلس الرئاسي يتهمون رئاسة المجلس باختيار أسماء دون النظر في السيرة الذاتية ودون مراعاة الخبرة والكفاءة في هذا الموضوع. محليا هناك تباين في الآراء. هناك من يعتبر أن التشكيلة الحكومية راعت كافة الأطراف، أشرفت حتى أعضاء أو ممثلين من المنظومة السابقة، منظومة النظام السابق. هناك رفض هنا في طرابلس لإشراف أعضاء من النظام السابق. هناك المجلس البلدي المصراتة أعلن تأييده لهذه التشكيلة. هناك أيضا أعضاء داخل مجلس النواب يدعمون هذه التشكيلة، فيما يرفض آخرون هذه التشكيلة. الآن الشارع الذي يشهد حالة ترقب فيما تقول إليه جلسة مجلس النواب غدا. طبعا جلسة مجلس النواب غدا قبل مناقشة هذه التشكيلة يجب أن يصوت على تعديل في الإعلان الدستوري بيمنح المجلس الرئاسي صفة العمل بطريقة قانونية ودستورية. أحمد، يعني هناك أنباء عن اعتذار بعض الوزراء عن مناصبهم، هل لديك معلومات حول هذه؟ وزير المالية طبعا فاخر بوفرنا اعتذر عبر صفحته على وسائل التواصل الاجتماعي، وأعلن أنه رفض بعد اتصال المجلس الرئاسي، رفض وأكد رفضه قبل الإعلان عن الاسم، واليوم جدد رفضه من جديد. هناك أيضا وزير الدولة لشؤون الشهداء أعلن رفضه المشاركة في هذه التشكيلة احتجاجا على ضم اثنين من النظام السابق في هذه التشكيلة. أشكرك جدا مراسل النيل من طرابلس أحمد الفيتوري، شكرا جزيلا. أعلن الجيش التركي مقتل جندي في اشتباك على الحدود السورية مع مجموعة قال إنها كانت تسعى لدخول تركيا بطريقة غير شرعية. من جهة أخرى، نفى وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ وجود أي نية لدى بلاده للتدخل عسكريا في سوريا، في حين شدد رئيس الوزراء التركي أحمد داوود أوغلو على أن أنقرة لن تسمح بسقوط بلدة أعزاز السورية بأيدي مقاتلين أكراد. في الوقت الذي بلغت فيه حدة التوتر على الحدود السورية التركية ذروتها، أعلنت أنقرة مقتل أحد جنودها في اشتباك على الحدود السورية مع مجموعة كانت تسعى لدخول تركيا بطريقة غير شرعية بحسب الجيش التركي. في غضون ذلك، نفى وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ تقريرا عن أن بعض الجنود الأتراك دخلوا سوريا في مطلع الأسبوع، وقال إن أنقرة لا تعتزم إرسال قوات إلى سوريا. جاء ذلك في استجواب أمام لجنة برلمانية، نفى خلالها يلمظ أيضا وصول طائرات سعودية إلى قاعدة إنجرليك التركية لقتال تنظيم داعش، لكنه قال إن الرياضة اتخذت بالفعل قرارا بإرسال 4 طائرات من طراز F-16. كانت الحكومة السورية قد عبرت عن اعتقادها بأن جنودا أتراك كانوا بين 100 مسلح دخلوا سوريا عبر معبر باب السلام الحدودي مع 12 شاحنة محملة برشاشات ثقيلة، فيما وصفته بأنه عملية إمداد مستمرة بالأسلحة والذخيرة للمقاتلين الذين يقاتلون دمشق.
ونددت الخارجية السورية في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي باعتداءات تركيا المتكررة وقصفها لمناطق بشمال سوريا، وطالبت المجلس بالتحرك لوضع حد لجرائم أنقرة، مشيرة إلى أن القصف التركي للأراضي السورية يشكل دعما للتنظيمات الإرهابية المسلحة واعتداء على الشعب السوري وحرمة أراضيه وسلامته الإقليمية. قصف الجيش التركي مطلع هذا الأسبوع أهدافا لمقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية في شمال سوريا بعد أن سيطروا على قاعدة جوية شمالية حلب، وهو ما يزيد من تعقيد الصراع على حدود تركيا الجنوبية. تعتبر أنقرة حزب الاتحاد الديمقراطي فرعا لحزب العمال الكردستاني في تركيا الذي تصنفه إرهابيا، ويشن تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية كثفه في الأشهر الأخيرة. ومتابعة ينضم إلينا مباشرة من أنقرة مراسل النيل عمر أحمد. عمر، ما هي ردة الفعل حول تصريحات وزير الدفاع التركي عصمت يلمظ اليوم؟ بخصوص التصريحات، يعني الأوضاع في على الحدود بين سوريا وتركيا تزداد توترا، تزداد يعني تذهب باتجاه تصعيد على الأقل إعلامي ما بين الدول، خصوصا بين تركيا وروسيا. رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو اليوم يعني أطلق تصريحات نارية بخصوص هذا، بخصوص الأوضاع على الحدود بين تركيا وسوريا. قال أن روسيا في حال استمرارها بالتصرف كمنظمة إرهابية فإن تركيا سيكون لها ردا حاسما على هذه التصرفات. طبعا كل هذه الأمور يعني حسب مراقبين ومحللين وسياسيين هنا في تركيا يعني تذهب باتجاه الأسوأ، وباتجاه ما يحصل يعني بين تركيا وروسيا على الأقل، وبين يعني تركيا يعني يضعونه في مكانة التصعيد بين البلدين، أو بين على الأقل من الجانب التركي باتجاه روسيا. في الجزء المتعلق ببلدة أعزاز السورية، لأنها وردت أيضا في تصريحات وزير الدفاع، ما هي الأوضاع الميدانية هناك؟ حاليا المقاتلين الأكراد يبعدون ويسيطرون على قسم من بلدة أعزاز، ولكنهم لا يسيطرون على كامل البلدة. تركيا تقول أن حسب التصريحات الرسمية التركية أنها بعد القصف التي أجرته خلال اليومين الفائتين تم إبعاد المقاتلين الأكراد. رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو أكد أن يجب على المقاتلين الأكراد هناك، أو يعني على يعني اليتيجي أو المقاتلين الذين يحاربون في سوريا، الابتعاد عن بلدة أعزاز. بلدة أعزاز بالنسبة لتركيا هي خط أحمر نهائي، على اعتبار أن الخط الأحمر الأول كان غرب نهر الفرات، يمنع على المقاتلين الأكراد اجتياز نهر الفرات، غرب نهر الفرات، ولكنهم اجتازوه ويواصلون السيطرة على المناطق هناك. هذه التصريحات تزامنت مع القصف التركي الذي استمر على مدى يومين. طبعا القصف التركي جاء مع يعني معلومات إعلامية عن إرسال السعودية لطائرات 20 طائرة إلى مطار أو إلى قاعدة إنجرليك، بالإضافة إلى طائرة ورد خبرها اليوم، طائرة محملة بسلاح كويتية تم إرسالها إلى منطقة هطاي. بالإضافة إلى هذه المعلومة أيضا نشرتها صحيفة جمهورية بأن طائرة محملة بالسلاح قدمت من الكويت إلى منطقة هطاي، ليست أكيدة، هي منشورة حسب النائب السابق لحزب الشعب الجمهوري هو الذي نشر المعلومة. كل هذه المعلومات وهذه التصريحات والتوتر على الحدود يشكل يعني خطر كبير، بشكل يعني عبرت عنه روسيا بدايات لحرب عالمية ثالثة، ممكن أن تزداد توترا مع دخول إيران وروسيا من جانب، وتركيا وحلفائها أيضا من جانب آخر. نعم، عمر أحمد مراسل النيل إذن من أنقرة، شكرا جزيلا لك. أعلن مصدر سوري وصول مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا استيفان دي مستورا في زيارة مفاجأة إلى دمشق.
كان ديمستورا قد أعلن أن القوافل الأولى للمساعدات الإنسانية إلى البلدات والمدن السورية المحاصرة ستتوجه إلى هناك بحلول الغد وبعد غد الأربعاء. وأكد ديمستورا على ضرورة وقف الأعمال العدائية الذي اتفقت القوى الدولية عليه الأسبوع الماضي في ميونخ، وأشار إلى أنه لا يستطيع تحديد موعد لاستئناف المحادثات السياسية بين الحكومة السورية وجماعات المعارضة. قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنها تؤيد منطقة حظر طيران في سوريا، وأضافت في ظل الوضع الراهن سيكون من المفيد وجود منطقة هناك لا ينفذ فيها أي من الأطراف المتحاربة هجمات جوية، وبالتالي منطقة حظر طيران يشكل هدفا. في غضون ذلك أعرب متحدث باسم الأمم المتحدة عن قلقه بشدة بسبب تقارير عن هجمات على منشآت طبية ومدارس في سوريا قتل فيها نحو 50 مدنيا بينهم أطفال. نفذت قوات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة 18 ضربة جوية ضد معاقل تنظيم داعش في سوريا والعراق. وأفاد بيان صادر عن قوة المهام المشتركة بأن القوة نفذت 4 ضربات جوية في سوريا باستخدام الطائرات الهجومية وطائرات بدون تيار، واستهدفت وحدتين تكتيكيتين للتنظيم بالقرب من الرقة وعين عيسى. كما نفذت القوات 14 ضربة جوية في العراق مستخدمة طائرات هجومية ومحاربة وطائرات بدون تيار بالقرب من الحويجة والفلوجة والحبانية والموصل والرمادي وسمراء وسنجار. وفي هذه النشرة أيضا، ولكن بعد الفاصل، الشرطة الإسرائيلية تودع رئيس الوزراء الأسبق هود أولمرت في السجن لقضاء عقوبة الحبس في قضية فساد. والآن مع الأخبار الاقتصادية في هذه النشرة، نتواصل فيها مع حضرتكم مع زميل محمد سليمان. تفضل سليمان. شكرا لك فوزي وأشكرك أمل. مرحبا بكم، وهذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة، ونتابع فيها بعد الفاصل. وزير الإسكان يتفقد مشروع محور 30 يونيو ضمن المشروع القومي للطرق، ويؤكد على أهمية المشروع في جهود التنمية. مرحبا بكم مجددا. قام دكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة تفقدية لمحور 30 يونيو، وذلك لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع الذي يعد واحدا من الطرق الثلاثة التي تنفذها الوزارة ضمن المشروع القومي للطرق. وتصل التكلفة التقديرية للمشروع 1.8 مليار جنيه، ومن المتوقع زيادة التكلفة بمبلغ 500 مليون جنيه نتيجة امتداد محور الطريق حتى جنوب بورسعيد.
في إطار اهتمام الدولة بشبكة الطرق والكباري، قام الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بزيارة تفقدية لمحور 30 يونيو لمتابعة أعمال تنفيذ المشروع. ده الطريق فعلا اللي مخطط ليه انه هيخدم تنمية محور قناة السويس بالكامل. ده طوله 95 كيلو من اول بورسعيد لغاية ما بنتقاطع مع طريق اسماعيلية القاهرة الصحراوي، عليه حجم اعمال صناعية كبيرة جدا، بنتكلم في حوالي 13 كوبري غير مجموعة اخرى من الانفاق اللي هي بتعدي الطرق الفرعية والقنوات والترع والمصارف الموجودة. اول طريق في مصر بننشئه من اول لحظة دي بحيث ان هو يبقى 10 حارات. محور 30 يونيو يعد واحدا من الطرق الثلاثة التي تنفذها الوزارة ضمن المشروع القومي للطرق. احد مشروعات الطرق القومية المهمة جدا، محور لوجستي بيربط مواني البحر الابيض المتوسط اللي داخلة في تنمية محور قناة السويس اللي هو شرق بورسعيد وبورسعيد ودمياط بعمق الدولة. ده بيربط من غرب بورسعيد لكيلو 95 المكان اللي احنا فيه دلوقتي، طريق مصر اسماعيليه الصحراوي. المحور يعد طريقا تنمويا مهم، وهو عبارة عن طريق حر بطول 100 كيلو متر بتكلفة تقديرية 1,800,000 جنيه. بدخول الطريق ده حضرتك هينمي فرص التنميه فيها، وهيزيد هيغير استخدامات الاراضي بدل ما هي حضرتك مزارع سمكيه او مزروعات ذات مردود يعني بسيط متواضع، لا هيبقى لها مردود اكبر. 13 شركه مقاولات تعمل في هذا المشروع الذي يوفر نحو 5,000 فرصه عمل مباشره وغير مباشره، ويعد احد المحاور الرئيسيه للتنميه. هذا المحور هو اساس والبنية الاساسية اللي هتؤدي الى نجاح محور تنمية قناة السويس، وهينمي المواني شمال القناة، وهيعمل تنمية في منطقة شرق الدلتا كلها. من المقرر الانتهاء من المحور وتشغيله تجريبيا اخر شهر ابريل المقبل، وافتتاحه في 30 يونيو القادم. مشروع محور 30 يونيو يعد أحد أهم مشروعات الطرق القومية التي تربط أطراف مصر المختلفة، وتعمل على تنمية عجلة الاقتصاد المصري خاصة في مناطق شرق الدلتا. من مقر المشروع نشوى صالح، النيل. يأتي هذا في حين قام الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان يرافقه مسؤول هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بزيارة لمدينة العاشر من رمضان، تفقد خلالها عددا من المشروعات المختلفة والتي يتم تنفيذها بالمدينة، وذلك في إطار اهتمام الدولة بالشباب من محدودي ومتوسطي الدخل. مشروع دار مصر طبعا حضرتك ده احنا كنا اعلنا عنه، خاص بفئة الاسكان المتوسط. الدولة بتنفذ مشروع الاسكان الاجتماعي الكبير قوي طبعا اللي احنا النهاردة بننفذه بمعدلات كبيرة جدا، ولكن ايضا كان بناء على الاسر يعني طلب الاسر المتوسطة. بدأنا في هذا المشروع اللي هو دار مصر، ده وحدات اسكان اكبر شوية من ناحية المسطح، يعني بنتكلم على الشقة ما بين 100 متر لغاية 150 متر مسطحات متفاوتة كاملة التشطيب، ويمكن برضو دي بننفذها في كل المدن الجديدة. المفروض المستهدف ان احنا كنا ننفذ 150 الف وحدة سكنية كمرحلة اولى، وايضا هناك توجيه من السيد الرئيس ان احنا يعني نضاعف هذا العدد بحيث برضو نخدم هذه الفئة المهمة جدا وهي شريحة الاسر المتوسطة. ونتحول إلى البورصة المصرية، والتي سجلت مؤشراتها ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات الاثنين، مدعومة بعمليات شراء من قبل المستثمرين الأفراد والعرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المؤسسات وصناديق الاستثمار المحلية إلى البيع. وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.8 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 386.5 مليار جنيه، وسط تعاملات تجاوزت 1.4 مليار جنيه. أعلن شريف فتحي رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران أن خطط الشركة للتوسع في الخطوط خلال العامين القادمين ستكون محدودة، حيث سيتم افتتاح 3 خطوط جديدة فقط تسهم في تحويل مطار القاهرة ليكون مطارا محوريا، ومن بين هذه الخطوط خط واشنطن.
وأشار فتحي إلى أن الشركة ستكتفي في الفترة القادمة بزيادة الترددات على بعض الخطوط الحالية ذات الكثافة المرتفعة لتنميتها، مضيفا أن هناك خطة للتحديث وتطوير أسطول مصر للطيران حتى يواكب طموحات الشركة في التوسع خلال الأربع سنوات القادمة. أعلن وزير الري الدكتور حسام مغازي أنه تم تحديد زراعات الأرز لهذا العام بحيث تبلغ مساحتها حوالي 1.76 مليون فدان بثماني محافظات. وأوضح مغازي أنه تمت الموافقة على زراعة الأرز بثماني محافظات بالوجه البحري، هي البحيرة والغربية وكفر الشيخ والدقهلية ودمياط والشرقية والإسماعيلية وبورسعيد، مشيرا إلى أنه يحظر الزراعة في غير المناطق المصرح بها. أكدت غرفة صناعة الحبوب التابعة لاتحاد الصناعات أن قرار الحكومة بتحديد سعر إرداب القمح عند 420 جنيها يشجع الفلاح على زيادة المساحة المزروعة. وأكدت الغرفة أن القرار سيؤدي إلى رفع العبء عن كاهل الفلاح بما يتناسب مع الاحتياجات المادية لزراعة القمح، مطالبة بتحديد آلية لتنفيذ القرار وتحديد كيفية تحصيل الدعم للفلاحين وقت التوريد. انتهت شركة رويال داتشيل من صفقة بقيمة 53 مليار دولار، وذلك للاستحواذ على منافستها البريطانية بي جي وتشكيل أكبر شركة عالمية للغاز الطبيعي المسال. وستصبح بي جي وحدة مملوكة لشيل بالكامل، ويرأسها الهولندي هيبرت فيوجينو الذي رأس فريق التفاوض الذي وضع خطة الاندماج ويشرف على تنفيذها. وقالت شيل إنها ستخفض عشرات الوظائف في المجموعة الجديدة وتبيع أصولا بقيمة 30 مليار دولار على مدى السنوات الثلاثة المقبلة، وذلك من أجل تمويل الصفقة وإعادة شراء أسهم وتعزيز التوزيعات التي تعهدت باستمرارها أو زيادتها. ذات أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الثامنة، وعودة إلى أخبار السياسة مع زميلي فوزي جد الله وأمل رجب. أشكرك الزميل محمد سليمان، ومع حضراتكم مشاهدينا الكرام نستكمل بقية عرض الأنباء، ولكن قبلها نذكر بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يؤكد تطلع مصر للاستفادة من تجربة اليابان في مجال التعليم ودعم العلاقات الثقافية والبرلمانية بين البلدين. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، والبرلمان الليبي يرجئ التصويت على حكومة الوفاق ويطالب رئيسها بالحضور. أصيب 20 فلسطينيا برصاص قوات الاحتلال في المواجهات المندلعة في مخيم الأمعري للاجئين المجاور لمدينة البيرة برام الله خلال محاصرة قوات الاحتلال لمنزل في المخيم من أجل هدمه. على الصعيد السياسي، تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بتقديم ما يقرب من 78 مليون دولار مساعدات إضافية للفلسطينيين، وذلك خلال زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لليابان. لا يزال المشهد الفلسطيني يزداد سوءا يوما تلو الآخر مع مواصلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي لإجراءاتها التعسفية بحق الشعب الفلسطيني ضاربة بكافة القوانين الدولية أرض الحائط. في مخيم الأمعري للاجئين المجاور لمدينة البيرة برام الله اندلعت اشتباكات بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الفلسطينيين أسفرت عن إصابة العشرات. مصادر أفادت أن الاشتباكات اندلعت إثر محاصرة واقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في المخيم إذانا بهدمه، ما أدى إلى قيام عدد من قاطني المخيم للدفاع عن أنفسهم بالحجارة في مقابل الرصاص والقنابل المسيلة للدموع فيما اعتقلت قوات الاحتلال صاحب المنزل وابنه.
قوة الاحتلال الإسرائيلي شنت كذلك حملة اعتقالات ومداهمات بمحافظات الضفة الغربية المحتلة، واعتقلت عددا من الفلسطينيين في محافظات رام الله والقدس والخليلة. وعلى الصعيد السياسي، قام الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن بزيارة إلى طوكيو، بحث خلالها مع إمبراطور اليابان تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة. وخلال اجتماعه بالرئيس أبو مازن، تعهد رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بتقديم 78 مليون دولار مساعدات إضافية للفلسطينيين، معربا عن عزم اليابان مواصلة دعمها السياسي والاقتصادي من أجل أن تكون فلسطين دولة مستقلة وديمقراطية وقادرة على النمو. للمزيد من المتابعة مشاهدينا، تنضم إلينا عبر الهاتف من رام الله مراسلة النيل الزميلة ثروة شقرة. ثروة، أبرز ما يمكن أن ترصديه حول المواجهات في مخيم الأمعري حتى الآن؟ يعني هذه المواجهات التي بدأت عند الساعة 8:30 انتهت تقريبا عند الساعة 11 ظهرا، أكثرت عن إصابة أكثر من 45 فلسطيني برصاص مطاطي ومعدني. 6 من هذه الإصابات خطيرة. مستشفى رام الله استقبل جميع هذه الحالات التي أصيبت جراء هذه المواجهات التي اندلعت كما ذكر صباحا في مخيم الأمعري جنوب مدينة رام الله، بحجة اعتقال مطلوبين وأيضا لأخذ سياسات لمنزل تنوي إسرائيل هدمه. أيضا هذه الاعتقالات أسفرت عن اعتقال عضو من المجلس الثوري لحركة فتح داخل مخيم الأمعري، وأيضا هذه المواجهات انطلقت إلى خارج المخيم، أيضا وصلت إلى مدينة البيرة ومنطقة سطح مرحبة الملاصقة لحي البيرة ورام الله. هذا من جانب آخر، يعني حملة المداهمات والاعتقالات الليلية والتي تحصل بشكل يومي أسفرت عن اعتقال أكثر من 17 مواطن فلسطيني حسب نادي الأسير من مدن مختلفة في الضفة الغربية وأيضا القدس. ولكن إذا تحدثنا الآن عن الحراك الذي يجري، هي مسيرات خرجت قبل قليل يعني إسنادا للأسير المضرب عن الطعام محمد القيق، التي رفضت المحكمة الإسرائيلية نقل الأسير محمد القيق إلى تلقي العلاج في مستشفيات الضفة الغربية، وهو مطلب من المطالب الأساسية التي يصر عليها القيق، الذي بدأ الآن يعني لربما بالمرحلة الخطيرة جدا من أن يستمر بالحياة. أشكرك جدا مراسلة النيل الزميلة ثروة شقرة من رام الله، شكرا جزيلا. أودعت الشرطة الإسرائيلية اليوم رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت السجن لقضاء عقوبة 19 شهرا لإدانته بالفساد، ليصبح أول رئيس للوزراء يودع في السجن. وسيقضي أولمرت البالغ من العمر 70 عاما هذه العقوبة بعد إدانته بتلقي رشا عندما كان رئيسا لبلدية القدس في الفترة من عامي 1993 و2003. متواصلون مع حضراتكم مشاهدين في بانوراما النيل، ولكن في مجموعة من الأنباء الرياضية. الأخبار الرياضية في هذه النشرة مع مصطفى النيل والختام. شكرا لك مصطفى. وختاما هذا تذكير لأبرز ما جاء في هذه النشرة من أنباء. الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد تطلع مصر لاستفادة من تجربة اليابان في مجال التعليم ودعم العلاقات الثقافية والبرلمانية بين البلدين. رئيس الوزراء يشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام الاستثمارات الأجنبية وتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي. الجامعة العربية ترحب بتشكيل الحكومة الليبية الجديدة، والبرلمان الليبي يرجي التصويت على حكومة الوفاق ويطالب رئيسها بالحضور. ختام النشرة، إلى اللقاء.